رسالة كتبت لك حبل دمعت عيني أمرني اشتياقي أريدك تجيني نتوجه الآن إلى مقام الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه لإيصال رسائلكم. سألتي صحابي حبيبي على جي من تمرني من تمرني إلك واجب الطاعة من تمرني نصف شعبان ليلة من تمرني مثل ليلة قدر وتمر علي حبيبي حبيبي ما لجي أيامي ظلمة هذه رسائلكم قد وصلت إلى ضريح مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه ونسأل الله قضاء حوائجكم أجمعين ببركة محمد وآل محمد تعالوا ارحموا بحب